وزير الإعلام يحمل ميليشيات الحوثي مسؤولية تعثر نقل 1300 حاج يمني عالقين في الأراضي المقدسة. مصرع 4 وجرح 3 من عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية في مواجهات مع أبطال الجيش الوطني شمال تعز. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37,834 شهيد و 86,858 إصابة منذ بدء العدوان على القطاع. نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية، أهلا بكم. أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اتصالا هاتفيا بوزير الداخلية الأسبق اللواء ركن مطهر رشاد المصري، عزاه فيه بوفاة نجله المغفور له بإذن الله العميد رشاد مطهر رشاد المصري الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في المجالين الأمني والعسكري. وخلال الاتصال أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص تعازيه ومواساته للواء مطهر المصري وأبناء الفقيد وكافة آل المصري بمصابهم الأليم. وأشاد فخامة الرئيس بمناقب الفقيد وإسهاماته وأدواره على كفاءته المشهودة في كافة المهام والمناصب التي تقلدها، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. بعث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني برقية عزاء ومواساة إلى وزير الداخلية الأسبق اللواء ركن مطهر رشاد المصري، وذلك بوفاة نجله العميد رشاد مطهر المصري. وقال البركاني في البرقية: بحزن عميق وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة نجلكم العميد رشاد مطهر المصري الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن، وإن كلمات المواساة لن تخفض رهبة الموقف والألم والحزن بهذا الرحيل المبكر بفقدان فلذة كبدكم، وإننا إذ نشاطركم ألم الفقد أتوجه إليكم بخالص التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وجميع أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. حمل وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الأرياني ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران المسؤولية الكاملة عن تعثر نقل 1300 حاج يمني عالقين في مطار الملك عبد العزيز الدولي والأراضي المقدسة إلى مطار صنعاء، والآلاف من الحجاج الآخرين إلى باقي المطارات اليمنية، وتوقف سير الرحلات من مطار صنعاء وعرقلة تشغيل الرحلات الجوية من وإلى مختلف المطارات اليمنية، والخسارة اليومية التي تتكبدها شركة الخطوط الجوية اليمنية جراء تصعيدها الخطير. وأضاف معمر الأرياني في تصريح صحفي أن الحكومة اليمنية بذلت جهودا متواصلة طيلة الفترة الماضية لضمان أداء كافة الحجاج اليمنيين بما في ذلك القادمين من المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة ميليشيا الحوثي لفريضة الحج بسهولة ويسر، عبر فتح جميع المطارات اليمنية لتفويج واستقبال الحجاج بما في ذلك مطار صنعاء الدولي. وأشار الأرياني إلى أن ميليشيا الحوثي حاولت إرباك الترتيبات الحكومية أثناء مرحلة تفويج الحجاج عبر إجبار وكالات الحج والعمرة على توريد قيمة تذاكر الطيران للحجاج القادمين عبر مطار صنعاء لحسابات شركة الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء، ما اضطر الشركة لتغطية كافة النفقات التشغيلية لأكثر من 100 رحلة جوية نقلت نحو 8400 حاج من صنعاء إلى الأراضي المقدسة ذهابا وإيابا من حساباتها في العاصمة المؤقتة عدن. ولفت الأرياني إلى أن ميليشيات الحوثي مضت في سياستها التصعيدية باحتجاز 4 طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية مع طواقمها الفنية في مطار صنعاء الدولي ومنع عودتها لاستكمال نقل الحجاج العائدين عقب إتمامهم فريضة الحج. وطلب الأرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات النقل الجوي الدولية وكافة الجهات ذات الاختصاص بإعلان موقف واضح إزاء هذه الجريمة النكراء والشروع الفوري
الفوري في تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية وتقديم دعم حقيقي وفاعل للحكومة الشرعية لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية. أدان الاتحاد السياحي اليمني قيام ميليشيات الحوثي باختطاف الطائرات المدنية وحجزها في مطار صنعاء الدولي، وطلب الاتحاد في بيان صادر عنه بالإفراج الفوري عن الطائرات وتواقمها الملاحية والفنية، وناشد المجتمع الدولي ومنظمة الطيران الدولي سرعة التدخل لضمان الإفراج عن الطائرات وتواقمها لاستكمال مهمتها في نقل الحجاج وتمكين الخطوط الجوية اليمنية من أداء دورها في تسهيل حركة وتنقل المواطنين اليمنيين داخل اليمن وخارجه. وتقدم الاتحاد السياحي بالشكر لشركة طيران اليمنية على قيامها بنقل الحجاج اليمنيين من كافة المدن اليمنية دون تفرقة أو تمييز، وفي مقدمتهم الحجاج المقيمين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية رغم كل العوائق التي اختلقتها الميليشيات الإرهابية لعرقلة اليمنية عن القيام بدورها، وآخرها اختطاف 4 طائرات مع طواقمها بمجرد وصولها مطار صنعاء. كما بارك الاتحاد السياحي اليمني لوزارة الأوقاف والإرشاد ولكل وكالات الحج والعمرة وكافة الجهات المعنية نجاح موسم الحج لهذا العام، والذي مثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للحجاج اليمنيين، مثمنا جهود وزارة الحج والعمرة السعودية الكبيرة في خدمة ضيوف الرحمن، ومشيدا بالجهود التي بذلتها الوكالات اليمنية لخدمة الحجاج وتوفير كل أسباب الراحة لضمان أدائهم مناسكهم بيسر وطمأنينة. لقي 4 عناصر من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيا مصرعهم، وأصيب 3 آخرون في مواجهات مع الجيش الوطني بجبهة عصيفر شمال مدينة تعز. وأكد نائب رئيس شعبة التوجيه المعنوي بمحور تعز العقيد عبد الباسط البحر مصرع قائد جبهة عصيفرة ومدير السجن المركزي للميليشيات وقائد سرية وكتيبة هندسة الميليشيات و2 من العناصر وإصابة 3 آخرون في مواجهات مع الجيش في جبهة عصيفرة، مشيرا إلى أن قوات الجيش الوطني أفشلت عملية تسلل قامت بها عناصر من الميليشيات الحوثية والإرهابية إلى مواقع الجيش وكبدتهم خسائر فادحة في الأوراق وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات قبل أن يلوذ بقية العناصر بالفرار. استشهد مدنيان بانفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في مناطق سكنية بمحافظة الحديدة. وقال مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الحديدة في بيان إن المواطن شكري هبة بادي وزوجته عائشة بادي استشهدا بانفجار لغم من مخلفات الميليشيات الحوثية في مديرية الدريهمي جنوبي المحافظة. وأضاف البيان أن اللغم انفجر بدراجة نارية كان يستقلها الزوجان بينما كانا في طريقهما إلى منزلهما بمنطقة الزعفران الجديرة. والجدير بالذكر أن ميليشيات الحوثي الإرهابية زرعت 100 آلاف من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة في المزارع والطرق العامة بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، الأمر الذي تسبب بسقوط 1000 ضحايا من المدنيين أغلبهم نساء وأطفال. أصيب طفل نازح بجروح إثر انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية حرض شمال محافظة حجة. وذكرت مصادر محلية بأن الطفل أحمد محمد يحيى حدادي 14 عاما بترت قدمه اليسرى وأصيب بجروح بليغة جراء انفجار اللغم أثناء رعيه للأغنام بالقرب من مخيم للنازحين شمال مديرية حرض. أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد المدنيين في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة أن عدد الذين وصلوا منها للمستشفيات 40 شهيدا و224 مصاب، وأشارت أنه لا زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، وبهذا ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37,834 شهيدا و86,858 حالة أو حالة إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي.
أفادت القوات الأمريكية أنها دمرت 7 مسيرات ومركبة تستخدم كمحطة للتحكم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون خلال الساعات 24 الماضية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الضربات نفذت بعد أن شكلت المسيرات والمركبة الحوثية تهديدا وشيكا لقوات التحالف الأمريكي والسفن التجارية في المنطقة. وأضاف البيان أن هذه الإجراءات اتخذت لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا وسلامة. وأشارت القيادة المركزية إلى أن السلوك الخبيث والمتهور المستمر من جانب الحوثيين المدعومين من إيران يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض للخطر أو يعرض حياة البحارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن للخطر. أكدت منظمات حقوق الإنسان في اليمن أن الأمم المتحدة ومبعوثها تتهاون مع الميليشيات الحوثية بخصوص المخفيين قصرا في سجون الميليشيات وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان. وقال بيان وقعت عليه 30 منظمة يمنية إن الأمم المتحدة لم تستخدم أدواتها للضغط على ميليشيات الحوثي في قضية المخفيين قصرا وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان. وأوضح البيان أن عدم استخدام الأمم المتحدة لأدوات الضغط يعكس تهاونا في معالجة ملف المخفيين قصرا وعدم إعطائه الأولوية المستحقة في جولات التفاوض السابقة. وطلبت المنظمات الحقوقية المبعوثة الأممية إلى اليمن والمجتمع الدولي بضرورة العمل بجدية لضمان إطلاق سراحهم. وأشاد البيان بدور مجلس القيادة الرئاسي وحرصه على دعم الجهود والمساعي الرامية إلى إنهاء معاناة المحتجزين والمختطفين والمخفيين ولم شملهم بذويهم وفقا لقاعدة الكل مقابل الكل. وفي مقدمتهم محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي. وقعت حكومة بلادنا في مقاطعة تشينجيانغ الصينية مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية للطاقة والمعدات الكهربائية. وتنص مذكرة التفاهم التي وقعها سفير بلادنا لدى الصين الدكتور محمد الميتمي بحضور رئيس الشركة وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني جانغ سين على إحياء وتجديد وتطوير العلاقات اليمنية الصينية في مجالات الطاقات التقليدية والمتجددة والمعدات الكهربائية وفي مختلف المجالات التي تقع تحت نطاق وتخصص الشركة. وثمن السفير الميتمي عزم الشركة الصينية ودعمها من خلال تنفيذ برامج في مجالات التي تحتاجها بلادنا بشكل ملح وعاجل، معبرا عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز وتطوير العلاقات الصناعية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. فيما أكد جانغ سين دعمه القوي لمساهمة الشركة في برنامج إعادة إعمار اليمن وتسهيل الوصول للمؤسسات في الصين للحصول على المساعدات والقروض الميسرة. الجدير ذكره أن الشركة الصينية للطاقة والمعدات الكهربائية هي واحدة من 4 كبريات الشركات الصناعية في الصين في مجال الطاقة، وتعتبر شركة رائدة في تكنولوجيا الطاقة والمعدات الكهربائية، حيث بلغ ناتجها الإجمالي للعام المنصرم ما يزيد عن 35 مليار دولار، وتعمل في نحو 39 بلدا حول العالم. نعت وزارة الإعلام والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون كافة منتسبي القطاع الصحفي والإعلامي المذيع والإعلامي الكبير عبد العزيز شايف الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالتميز والإبداع في مجال الإعلام. وأكد بيان النعي أن الوسط الإعلامي فقد إعلاميا من الطراز الأول وإذاعيا له بصمته الخاصة، وظل لعقود صاحب الصوت الوطني والرسالة الإنسانية، ومن إذاعة صنعاء صدح للوطن وللمجتمع والإنسان اليمني ولقيم الخير والحب والجمال، وظل يؤدي دوره بكل أمانة وإخلاص. وقال بيان النعي: لقد عرف كل بيت يمني الراحل شايف من خلال برامجه ذات العناوين التي انطبعت في الذاكرة، وعمل معدا ومقدما وكاتبا أحب جمهوره اليمني الذي أحبه، وعلاوة على ذلك فقد كان مثقفا معتبرا وحاملا حب الوطن. وعبر بيان النعي عن بالغ الحزن وعميق الأسى بهذا المصاب الأليم، متقدما بخالص العزاء والمواساة إلى أبنائه وأسرته وزملائه ورفاق دربه وكل منتسبي الوسط الإعلامي والصحفي، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، إن لله وإن إليه راجعون. مشاهدينا، إلى حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى.
مشاهدينا في النهاية تذكير أو في نهاية هذه النشرة تذكير بأبرز العناوين. وزير الإعلام يحمل ميليشيات الحوثي مسؤولية تعثر نقل 1300 حاج يمني عالقين في الأراضي المقدسة. مصرع 4 وجرح 3 من عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية في مواجهات مع أبطال الجيش الوطني شمالي تعز. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37,834 شهيد و 86,858 إصابة منذ بدء العدوان على القطاع. مشاهدينا نهاية هذه النشرة، شكرا لطيب المتابعة ودمتم في أمان الله.